ونستقبل في هذه اللحظات شيخنا فضيلة الشيخ سعد الخثلان وأستاذنا القدير الأستاذ أحمد المطوع. حياك الله شيخ. السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا شيخنا. يا مرحبا يا مرحبا. أهلا وسهلا أستاذ أحمد. يا مرحبا. ساكن خير. ساكن طيبين. ساكن خير. يا أخي أنت محظوظ يا أستاذ أحمد. إي والله. ما شاء الله من شيخ إلى شيخ من شيخ إلى شيخ ومجلس كله ذكر وخير وحنا الحين أنا وسلمان ما غير هاشتاقات فيها مضاربات والله يستر علينا ما شاء الله. انتم اللي تسلم ما شاء الله تستلمون منا وتسلمونا ما شاء الله عليكم. الله يعطيكم العافيه. والله بمناسبه الجواب الكافي البرامج التي بدات مع انشاء القناه. صحيح. الجواب الكافي وساعة حوار. صحيح. والبرنامجان استمر من بدايه تاسيس القناه الى الان. صحيح. وانا اعتقد انه اكثر برنامج فتاوى الان يحظى بمكتبه على الاقل مرئيه من الفتاوى التي لو قدر لها ان تخرج في موسوعه مرئيه فستكون هي الأكبر على وجه الأرض خصوصا وزنا لأنه كلها يعني بأمثالكم من أصحاب يعني هيئة كبار العلماء والكبار العلماء. صحيح. شيخ سعد أنا ودي أسألك صراحة عن قرآن في سيرتك الذاتية أنك من الناس اللي تلمت على يدهم اللي هو الشيخ عزيز بن باز. نعم. كيف تصف علاقتك مع الشيخ عزيز بن باز؟ والله سماحة الشيخ إمام وعالم كبير وجمع صفات قلما تجتمع في غيره. جمع أولا القوة العلمية وجمع أيضا يعني الشخصية المحببة التواضع ولين الجانب والكرم كرم النفس وأيضا الشجاعة وجودة الرأي وعنايته بالطلاب وأيضا الصدق الصدق والنزاهة الفكرية. يعني ما تجد الشيخ صاحب هوى أو وإنما تجد أنه نزيه وفتاواه يقول ما يدين الله تعالى به وما يعتقد أنه الحق. موقف ما تنساه معه؟ والله الان يعني تفاجئتون الان يحتاج احنا مفاجآت احنا مفاجآت لكن فعلا احنا انت يعني تتلمذت على مثل هذه القامة ونحن دائما نشعر بهالة عظيمة من الجلال والتوقير لهذا الشيخ الفاضل وشرق الارض وغربها. مهما اتجهنا ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز حاضر بشكل صراحة يعني مميز عن كل المشايخ المعاصرين. ف يعني هل شعرت في اثناء جلوسك بين يديه مثلا بشيء مختلف يعني اثر فيك؟ نعم يعني سبحان الله يعني ما اذكر اني جلست في درس الشيخ وفي كلمه واحده غير واضحه، غير واضحه ليس لي للجميع، كل كلامه سهل واضح مبسط يعني على طريقه السلف الصالح يتكلمون بالكلام السهل الواضح من غير تكلف، يعني جميع الحضور يفهمون كلام الشيخ رحمه الله. سبحان الله. وأيضا يعني يمكن تعليقا على سؤال أخ الكريم، من المواقف التي لا تنسى هو أن الشيخ يعني كثير الخشوع والبكاء، يعني عندما مثلا قرأت قصة الإفك بكى كثيرا. صحيح. عندما أيضا قرأت قصة أصحاب الثلاثة الذين خلفوا فهو يبكي ويتأثر في درسه كثيرا. أنا سمعت كثيرا هذه مرت عليه كثيرا هذه القصة يعني ليست مفاجأة يعني. نعم. مع ذلك تأثر سبحانه. وفي الحقيقة يعني مدرسة وقدوة لطلبة العلم وللناس. والآن نأخذ من دروسها ودروسكم يا شيخ في الوقفات القادمة. استعد من الحين عشان تكون مفاجأتون إن شاء الله. الله يجزاكم خير. يعطيكم العافية. موفقين إن شاء الله. حياك الله. موفقين. توفيق إن شاء الله. يا أهلا وسهلا.